ذلك حاضر تلعب هذه الركنيه في القائمه الاول جول 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 عبد الحميد ايت بودلال الكابيتان يسجل عبد الحميد نعم ياتي بالهدف الاول هكذا لعبت الركنيه وهكذا كان كذا كانت الراسيه المغربيه في مدرجات نيلسون مانديلا الافتتاحيه براسيه ايت على طريقة سيري على طريقة سيري تذكرنا هدف المغرب أمام البرتغال بنفس الطريقة التشكيل اللي ظهر من البداية أن المنتخب المغربي سابق أمام مالي ليس هناك دفاع متأخر دفاع الكتلة لا المنتخب المغربي يصنع التفوق في وسط الميدان والأكثر من ذلك رجعت مرة أخرى مغربية لاحظ معي يعني أنا دفع ممكن ترفع مراوغة أيمن حطها مباشرة إلى ضربة مرمى أمارة ديوف هذا هو الهداف حتى تقدم الحموني ماذا سيفعل الحموني مررها في اتجاه عبد الحميد حمزة كوتون يتحصل على ضربة حرة مهم جدا أن نتحصل على كرات قريبة بهذا الشكل لأن قوتنا في الكرات الثابتة مصدر خطورتنا في الكرات إمكانيات والتشييد وهذه من الأشياء اللي اشتغلت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ تقريبا يعني لا نتكلم على سنة معالي وحدة ممتازة معالي يا سلام عبد الحميد معالي نجرب حظ المنتخب السنغالي بعيدة إذا نهاية شوط المباراة الأول بتقدم حتى الآن مستحق للمنتخب المغربي 1-0 كنا الأفضل كنا الأخر مجددا تمشي ناحية من لامين ساديو يتحصل على ضربة حرة بعد التدخل عبد الحميد معالي الآن نعم يتدخل طه هذه لك يا طه لا التعادل في هذه اللحظات سجل هدف التعادل لفائدة المنتخب السنغالي يجب على المنتخب المغربي أن يتأثر بهذا الهدف هي ستحاول أن ترمي بالكرة الثقل بن غوزيل يا سلام عليك يا أسد هنا بن غوزيل ارتقى أعلى من الجارة يرفع أمارة والهدف الثاني هدف ثاني لفائدة المنتخب السنغالي هدف ثاني للسنغال عن طريق صاباني ركنية بنفس السلاح السنغال قبل حين هو من يسعى للتنفيذ رضوان يرفع كرة بالراس عبد الحميد طارت منه عبد الحميد ومحمد أمين كتيبة نعم كتيبة